العافية جميعا. اليوم رح ناخد تطبيق عملي على بلجن سبر، نشوف ايش ممكن نعمل لو احنا اجينا. طبعا انا هنا في كيف صار التوهج هذا. شوف ايش ممكن رح نعمل، رح اعمل كومبوزيشن جديد واعمل اوكي. بداية انا لو بدي اعملها على نص، بدي اجي اقول او مثلا غازا يونيفرسيتي، كذا يونيفرسيتي، بدي اروح على الكاركتر، بدي اصغر الحجم او ممكن اجي هيك يونيفرسيتي، بدي اعمل ما بينهم تباعد، شوف ايش ممكن نعمل. طيب هخلي هذا ايش بالنص. بداية انا بدي احط البلجن على سوليد، هعمل كليك يمين نيو سوليد واعمل اوكي. هروح من ويندو، هروح على افكت اند بريسيت، هيو حاجه اضغط هنا، اكتب هنا سوليد، بدي اضيف وين على السوليد. شايفين اول ما ظهر لي، ظهر لي ايش؟ في توهج. طيب بدي اغير، اقول له انه انا بدي اياه للتكست، فحروح على الكستمايز تبعه واقول له انه ايش للتكست لاير، واقول له السورس تبعي يكون ايش اللي هو غازا يونيفرسيتي. اول ما بظهر لي لسه الاعدادات انا ما عملتها، بدي اجي اقول له من هان قديش كمية الإضاءة اللي تكون. طيب أنا بدي أعمل في حركة، هروح على الكستمايز، بدي أروح إنه يكون مثلا زي ما أنا عملته كده، يكون مخفي وبعدين يبدأ يظهر. بدي أجي restart offset تكون 100 مثلا هيك، بعدين ايش يصير؟ صفر. شوف كيف هو. طيب انا هيك صار عندي التوهج تبعي. ممكن انا اغير اضبط في قديش كمية، يمكن انا ممكن اقول له انه يعني يدكون لجوا التوهج، تمام، او ممكن اقول له invert mask يكون ايش حوالين النص تبعي مثلا. طيب احنا نخليها هيك احسن، disable تكون ايش ظاهرة. بدي اخلي اقلل كمية التوهج تبعي. طيب انا هني عملت ايش للنص تبعي. طب لو انا بدي اعمله لمربع ويكون في النص هذا، راح اعمل هذه الها دبليكيت، كنترول سي كنترول في، وبدي اقول له بدل ما هي تكست لاير خليها لاير ماسك، وبدي اجي ارسم فيها ايش المربع تبعي اللي حيكون. هاي نشوف كيف راح يعمل.
طبعا انا مش مبين عندي النص تبعي، كيف بدي اظهره؟ بدي اقول له يكون سكرين المود تبعه، وممكن انا شفت صورة تمام وحطيتها، يعني ممكن احط مثلا اي لاير تانية، فلما احطها بالمود سكرين يعني انه ايش بما معناه انه ايش تكون ما تكون يكون بس ظهر الحركة الاشياء اللي هي موجودة عندي. مثلا انا ممكن اغير في هذا، اعطيله توحش، الجلو تبعي يكون عالي. شوف كيف لو انا عملته، شايفين كيف؟ هذا شرح بسيط للبلجن، وراح انزلكم كيف ممكن تحملوا البلجن عندكم. يعطيكم الف عافيه.